لحظات. كابتن عاطف حنفي مدير الكره بفريق سموحه. كابتن عاطف برحب بك على شاشه قناه الاهلي. مساء الخير وبرحب بيكم في اسكندريه، وبرحب كابتن ميدو والاخوه اللي في الاستوديو، كابتن وليد صلاح الدين وكابتن سمير كامونه وكابتن روي ياسين، بمسي عليهم كلهم وان شاء الله نشوف ماتش كويس باذن الله. عايز اتكلم عن مباراة، اكيد ده مباراه مهمه بالنسبه لكم زي ما هي مهمه بالنسبه اكيد للنادي الاهلي. استعداداتكم للمباراه كانت ازاي؟ ما فيش كلام. انا قبل بس ما بتكلم انا بشكر طبعا كابتن مؤمن سليمان وجهازه الفني كابتن عمرو فتحي وكابتن ايليا وكابتن محمد سلام، بشكرهم على الفتره اللي ادوها في نادي سموحه، وبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه، سواء في نادي المقاصه كابتن مؤمن وكابتن ايليا او كابتن سلام في نادي الاتحاد. في النهايه انا بقول ماتش طبعا ماتش مهم للنادي الاهلي ولينا، بقى لنا يمكن من 2014 2015 ما تلاقيناش مع النادي الاهلي في دور الاربعه، يمكن بعد يمكن 2014 2015 كسبنا 2-1 في استاد القاهره او في الدفاع الجوي مش متذكر قوي، لكن طبعا ماتش النهارده مهم جدا برغم الغيابات والظروف اللي احنا بنتعرض لها، لكن طبعا احنا بنلعب نادي كبير، بنلعب نادي محترم بادارته بجهازه بلاعيبته بجمهوره، اكيد ماتش مهم بالنسبه لنا، ونتمنى طبعا التوفيق يكون حالفنا النهارده ان شاء الله. التجانس ما بين المدير الفني الجديد او الجهاز الفني الجديد بعد طبعا تغيير الجهاز الفني السابق مع اللاعبين كان ماشي ازاي، وهل كان في اجتماعات مستمره لطبعا توصيل الفكر الخاص مستر شتراكا لبعض اللاعبين خلال هذه المباراه بالتحديد؟ لا الحقيقه احنا يمكن عندنا 16 17 لعيب بقى لنا 4 شهور بنلعب بيهم، نظرا للغيابات طبعا اللي كانت نتيجه اصابات الرباط الصليبي اللي كانت عندنا، والحقيقه لو الظروف اللي حصلت لينا السنه دي حصلت لاي نادي تاني يمكن كانت اثر بشكل وحش، يعني لان لما يبقى عندك 8 لاعبين رباط صليبي من اعمده الفرقه اعتقد ان ده مؤثر جدا وما حصلتش يمكن في العالم كله، لكن الحمد لله والشكر لله. يمكن اللي غايب علينا النهارده اسلام محارب لانتقاله مع النادي الاهلي، اسلام سري عنده اجهاد، واحمد مكي طبعا اصابته في ماتش ودي برباط صليبي تاني، لكن 17 لعيب اللي موجودين هم اللعيبه دي اللي بتأدي بقى ال4 شهور. يمكن تشكيل الفريق لو انتم شفتوه مش هيخرج عن اللعيبه اللي أدت مع كابتن مؤمن، لان هي دي اللعيبه اللي موجوده. اكيد طبعا اللعيبه عندها دوافع بتلعب النادي الاهلي، واي لعيب في مصر ماتش الاهلي بالنسبه له او زمالك بتبقى تركيزه اكتر، بتبقى حابب يبين نفسه اكتر، حابب يركز، تركيزه بيبقى اكتر. فاتمنى النهارده طبعا برغم الغيابات اللي عندنا اتمنى نعمل ماتش كويس والتوفيق يكون حليفنا ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن. عفوا. ده كان لقائنا مع كابتن عاطف مدير الكره بفريق سموحه. خليني اقول لك ان متواجد بعض الجماهير بالتحديد 25 فرد بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، في المقابل اذا تواجد جمهور لفريق سموحه هيكون حوالي 25 فرد ايضا، وده طبقا للوائح اللي وضعها وضعها اتحاد الكره في مسابقه كاس مصر وايضا في بطوله الدوري بعد قبل انتهائها. ايضا خليني اقول لك يا كابتن ميدو خلال لحظات فريق او فريقين هيبتدوا طبعا ينزلوا ارضيه الملعب لاجراء عمليات الاحماء استعدادا لانطلاق هذه المباراه الهامه جدا، واللي اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يكون حليفه الفوز النهارده ويقدر ان شاء الله يتاهل للدور النهائي ومواجهه فريق المصري في مواجهه هتكون اكيد قويه جدا بالنسبه للفريقين، ومن ثم ان شاء الله يقدر النادي الاهلي ان هو يسترجع هذه البطوله الخاصه لدولاب بطولات النادي الاهلي. شكرا يا امير على هذه التغطيه المميزه، وشكرا للكابتن عاطف حنفي مدير الكره بنادي سموحه.